أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عبد الرحمن عيد صاحب Q8Leds. أستاذ عبد الرحمن، بداية نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. الله يسلمك والله، وأشكركم على هذه الفرصة السعيدة. الله يخليك. لمقابلتكم. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أول شيء معكم عبد الرحمن عيد من دولة الكويت. أنا جيت هني الإمارات من سنة وست شهور بالضبط لتأسيس بزنس، فرع من نشاط لنا بالكويت، هذا الفرع الأول إن شاء الله خارج الكويت، ولنا إن شاء الله خطة تكون لنا أفرع في مختلف دول الخليج وبعض الدول العربية مستقبلا إن شاء الله. بدأنا حنا البزنس فعليا من شهر 11 2021، يعني صار لنا 8 شهور الحين تقريبا. والله كانت البداية إن شاء الله جيدة، يعني مقارنة بالبدايات في أي دولة أخرى، يعني لقينا تسهيلات وايد حلوة، ولقينا إن الحمد لله في تفاعل وتجاوب وايد حلو من يعني الجمهور والمتابعين. ممتاز. خبرنا أكثر عن المنتجات والخدمات اللي بتقدموها في Q8Leds للعملاء. والله أنا هذا الشيء يسحبني بشوي إني أتكلم عن بدايتنا، ليش بدينا؟ تمام. ليش دشينا بهالمجال؟ أخي العزيز، أنا من عشاق السيارات. سابقاً كان عندي مجلة سيارات، الحين متوقفة مؤقتاً، لكن إن شاء الله راح نردها، اسمها فان جيرز، بغض النظر عن المجلة. فحبيت أدش بزنس، ويعني أنا بالأساس مثل ما قلت لكم أنا صحفي ومراسل أخبار، يعني إعلامي. فتعرفت وايد على ناس، وكنت أغطي برامج وأنشطة وزارة التجارة في الكويت وغرفة التجارة، وألتقي بكثير من الناس من نخبة التجار من الكويت والخليج والعالم. فهذا يعني حببني أن أدش مجال البزنس. فأكثر شيء لفت نظري هو الحاجة، حبيت أن أبلش بزنس يغطي حاجة المستهلك وليس مجرد أني أدش ويا الخالية شقر على قولتهم. صحيح صحيح. فاللي خلاني بلشت بالبزنس وهو شريت سيارة جديدة، لقيت أن في حاجة ملحة لإضاءة ذات جودة عالية بالسفر والطرق، ما لقيت بالسوق شيء يشبع. أنا من النوع اللي شوي أحب التوب، التوب كواليتي، توب أداء، توب. فما لقيت هالشيء اللي يشبع الشغف هذا. فبدأت أبحث وأدور وأسوي سيرش وهذا، وأتواصل مع مصانع حول العالم، وبدأت أجيب لنفسي هذه المنتجات. في الكويت بدأوا الناس يوقفوني، نفس السيارة اللي عندهم ويشوفون إضاءتي مو طبيعية بالسيارة، يوقفوني شلون نبي الشيء هذا. أقول لهم أوكي، أخذوا رقمي وأجيب لكم إن شاء الله. شوي شوي بدأت أنا أتعامل بهالبزنس من خلال التليفون، الشباب يتصلون فيني أجيب لهم الأوردرات وأبيع لهم. عقبها صار الحاح من عملائي انه لازم تبطل لك محل، ما يصير كذي، احسن لك محل. صحيح. اني ونلقاك بمكان ولا شيء. فبطلت المحل وخصصته فقط لتوب براندز اوف كار لايتنز، يعني احنا تخصصنا الرئيسي هو اضاءه السيارات الداخليه والخارجيه باعلى مستويات الجوده في العالم، وايضا باعلى اداء. يعني الحمد لله احنا عندنا وكالات، عده وكالات مثل فيليبس، مثل داي داينامكس، مثل موريموتو، وعندنا وايد وكالات، لكن ايضا عندنا منتجات خاصه فينا. مع الوقت طورنا منتجات خاصه فينا وقمنا نصنعها برا وتفوقنا على البراندات اللي احنا وكلائها. ما شاء الله عنكم، يعني ما شاء الله، ابداع ما بعده ابداع. حبيب خصيصا حبيب. لما تيجي من شباب من دولنا العربيه طبعا، الله يسلمك. نشوف حبيب. هذا النجاح والتفوق طبعا في ظل المنافسة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مجالات العمل طبعا، لكن بدنا نخص بالذكر المجال اللي احنا فيه حاليا. المنافسة شديدة، لازم يكون عندك تاتش مميز. شو المميز عندك عن باقي المنافسين في هذا المجال؟ اول شيء حنا الفرق بيننا وبين الآخرين، يعني انا كلمة دائما اقولها لجمهوري على يعني وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا، يعني منصاتنا، اقولهم حنا ما نبيعكم شيء الا اللي حنا الشيء اللي حنا نبيه، اللي حنا نرضاه حق نفسنا نستخدمه، يعني نحن نفسنا اصلا ركبوا على اللي السيارة. انا استخدمه لي ابيع لك، تفضل لك. فاللي يميزنا مو مجرد البيع، لا، يعني انا احيانا اقول للجمهور احنا هواة وليس لسنا تجار. انا هاوي، انا احب شيء معين
وأدري الشباب اللي بجيلي وأصغر مني وأكبر مني يبون هذا الشيء فنوفر لهم. اللي هو الناس يبون الجودة. للأسف الكثير من الأسواق الأول منتشر بمختلف أسواق العالم وهو البيع السريع، منتجات البيع صح. السريع. احنا ما نبحث عن البيع السريع، نبحث عن الجودة. فلنا عملائنا من ليفل معين، العملاء اللي يهتمون بالجودة، العلماء ايضا لأنه جربوا وعرفوا الفرق بين اللو كواليتي برودكتس والهاي كواليتي برودكتس. اكيد ايضا الناس اللي يبون الاداء العالي، مثل ما في اداء عالي بالسيارات بالمحركات، وهذا في اداء عالي بالاضاءة. أكيد. في سيارات وايد تيك ناقصة من ناحية الاضاءة، اضاءتها الداخلية سيئة، الخارجية كذا. فحنا يعني شلون نغطي هذا النقص ونخلي السيارة العميل يشعر بال يعني بالراحة والاستئناس من سيارته، انه خلاص السيارة على المواصفات اللي بيها، مو حاسب نقص، مو حاسب شيء. هذا شيء. الامر الاخر، حنا قدومنا الى الامارات والتسهيلات اللي شفناها بدولة الامارات خصوصا في دبي شجعتنا على ان نفكر بمشاريع سابقه كنا نفكر فيها لكن لم تتح لنا الفرصه. اكيد صحيح. مشاريع تطوير امور ما حد فكر فيها ولا احد طورها، احنا نشوف السوق شنو يحتاج ونوفر. يعني حاليا عندنا مشاريع ان شاء الله اذا لقينا الدعم الكافي من بنوك او من مؤسسات ان شاء الله راح نبدا بالتصنيع داخل الامارات منتجات لم تصنع في اي دوله عربيه او غالبا اجنبيه، في منتجات عالية الجودة لمكافحة وايد مشاكل تواجه أصحاب السيارات، سواء حرارة الجو، سواء سوء الإضاءة، سواء السيفتي، سواء هذه الأمور. ففكرتنا التطوير والسوق في دبي والتسهيلات اللي جتنا في دبي ساعدتنا وايد على التطوير. أكيد وهذا طبعاً. الشيء الحلو طبعا دائما ما قدمت دولة الإمارات أرض خصبة لجميع المستثمرين على حد سواء، حابين ايضا نتعرف عن الرؤيه المستقبليه اللي راسمينها في السنوات القادمه. اي نعم، مثل ما قلت لك احنا نطمح الى التصنيع داخل دبي ان شاء الله. راح نبدا احنا حاليا نصنع بعض المنتجات في الصين. اها. اي نعم، لكن نطمح ان شاء الله قريبا الى اطلاق بعض المنتجات المنافسه لمنتجات امريكيه في دبي، نصنعها في دبي ان شاء الله. وايضا يعني سواء من ناحيه الاضاءه، يعني عندنا حاليا قاعد نشتغل، هذا اول مره نعلن عنه، حتى ما اعلنا بالسوشيال ميديا انه قاعد نشتغل على الاضاءه الاوف رود، راح نصنعها هني في دبي ان شاء الله، وتوب كواليتي اعلى من جميع الماركات الامريكيه من ناحيه الجوده والاضاءه. ايضا راح قاعد نشتغل على ديزاين سان شيد، يعني بعض مظلات للسيارات شمسيات، لكن بتقنيات عاليه ستصنع ان شاء الله في دبي. في وايد امور راح نسويها بس خليها خطوه بخطوه. بالضبط، خطوة يعني بخطوة. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتفوق والتميز، وان شاء الله بتوصلوا للحلم اللي راسمينه، وان شاء الله بنشوفكم في اعلى المراتب فعليا في جوده مصانع بتكون تضاهي الجودات والبراندات العالميه ان شاء الله. أشكرك. ونشوف Q8Leds نوع من الانواع اللي دائما العملاء بتروح وبتستهدف انها تشتري هذا المنتج وهاي الكواليتي. طبعا في نهاية الحلقة لازم نذكر دولة الإمارات والأمن والأمان في دولة الإمارات، وكيف ساعد الأمن والأمان على استقطابك أنت شخصيا كمستثمر، وأيضا كيف ممكن يساعد على استقرار السوق بشكل عام. أي نعم، إذا تسمح لي أنا ودي أتكلم عن نقطة. أكيد. قبل الحديث عن الأمن والأمان، الأمن والأمان في دولة الإمارات هذا الشيء لا حديث عليه ولا غبار عليه، يعني هذا الحمد لله الأمن والأمان موجود في جميع دول الخليج العربية، والإمارات لا تختلف عن معظم دول الخليج العربية بتوفر الأمن والاستقرار والأمان. الأكثر من الأمن والأمان في الإمارات هو الدعم. صحيح. وسهولة التعامل، سهولة التعامل مع الدولة سواء في الإجراءات والسرعة. يعني أنا ودي أتكلم عن بعض الأمور اللي حصلت لي. يعني في إحدى المرات أنا جيت هني زيارة على دبي عشان بسأل إن شنو الإجراءات اللي أسويها، أنا جاي زيارة يعني ما عندي إقامة، شنو الإجراءات اللي أسويها عشان أبطل شركة. فاللي صار إنه قال لي عطني جوازك، خذ الجواز، شكتك، شو الاسم اللي تبيه، قلت له Q8Leds.
تشيك على الكمبيوتر روح ادفع رسوم. قلت له شنو ادفع رسوم؟ انا جاي اسال. قال ادفع رسوم وخلاص. دفعت الرسوم. قال وشنو هذا؟ قال لك هذه رخصتك روح. فطلعت لايف اقول الناس داش لهم اسال وحكوا علي اعطوني الرخصه. ان عرفت شلون يعني لدرجه انا اعتبر يعني عرفت شلون؟ ايوه من كثر السهوله يعني انا ما أنا في توقف جاي اسال واحضر المستندات والاوراق احط بالي بقعد 3 شهور 6 شهور وانا اجيب ورقه يجيب لي الورقه الفلانيه اعطاني رخصه وانا لسه ما عندي مبنى طبعا يعني عرفت شلون؟ هذا شيء. الشيء الثاني سمعت ان الايجارات بدبي وبالامارات جدا غاليه. يوم شفت هني بالعكس الايجارات يعني انتم شفتوا المبنى مبنى كامل والحمد لله ايجاره جدا رخيص جدا رخيص يعني انزين. غير هذا جميع الاجراءات من اجل البزنس سهله بشكل مو طبيعي. تسهيلات دائما ما تعطيك تسهيلات. اي نعم. غير الاجراءات اللي يشجع يعني انا ليش اشجع الشباب دائما انه يجون يسوون بزنس بدبي بالذات لان انا اتعامل في دبي اكيد. اي نعم. التنوع العملاء شلون يعني في جميع دول الخليج العربي يوجد مختلف الجنسيات من الوافدين لكن القدره الشرائيه للوافد في دبي هي الاعلى على مستوى الشرق الاوسط. صحيح بالفعل. يعني انا اقول لك في يعني بالكويت مثلا التارجت ماركت مالنا هو الكويتي لوكال. صحيح. اوكي. يوم جيت هني كنت امر على المحلات اسالهم منو التارجت؟ يقول لي الاجانب. اجانب اجانب. استغرب شو هذا؟ مو صاحي هذا ولا قاعد يمشيني عشان لا ابطل البزنس. يوم جيت هني احنا تارجتنا لوكلز ايضا لكن اللوكلز يشكلون تقريبا 35 الى 40% فقط من عملائنا. يعني يانا شريحه كبيره من مختلف الجنسيات من العملاء الاجانب. عرفت شلون؟ طبعا سواء من الهند فلبين جميع الجنسيات. اكيد هي القدره الشرائيه مثل ما حضرتك تفضلت والتنوع في جنسيات دوله الامارات فوق ال 190 200 جنسيه في دوله الامارات مختلف الاذواق. ناس تدور كواليتي عالي ما يهم اذا هو فعليا كان لوكال او اجنبي او خلاص هو قاصد Q8Leds لافضل كواليتي وانتم فعليا مثال على الكواليتي الرائع حتى أشكرك. استقبالكم الجميل. طبعا في نهايه الحلقه حابين نشكرك على ظهورك معنا اليوم نورتنا ونورت برنامج رواد الاعمال. حابين نتعرف على كيفيه الوصول والتواصل ل Q8Leds. احنا اسمنا على المواقع التواصل الاجتماعي كله موحد Q8Leds اللي هو Q8Leds فقط مع رقم 8. تمام. ايضا موقعنا الالكتروني Q8Leds.com. يوتيوب انستغرام كله نفس الشيء Q8Leds. طبعا جميع ارقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا سوف تظهر اسفل الشاشه. نشكرك مره اخرى استاذ عبد الرحمن. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.